كون هيا هيا. من ضمن انواع المواكبه مواكبه الحصان انك تعامل الحصان بالمثل، لغه الجسد في البدوك في الكود في الركوب معامله الحصان بالمثل هي المواكبه. مرات من ضمن معامله الحصان بالمثل تعليمه انه لن يجبرني على فعل المثل، بمعنى أواكب الحصان فافعل ما فعله بي به كرده فعل لا شعوريه. مرات كحصان موزون يسوي شيء معين متوقع اني اعطيه رده فعل معينه يبغى يشتغلها عليك، سواء سويتها او ما سويتها بتحكم فيك كحصان مدرب زين، لكن ابغى اذكره اني قادر على عدم فعلها مع عدم التوقف عن مواكبته. كمثال في عده امثله اخرى بعطيك مثال سريع، يعني لما تركب الحصان واثناء فرضا تضايق او التحريك سواء بالحرم او كذا مدرب زين اعطيك ما تريد بس نفسي ما ودي هدف، فيعطيك رده فعل بالركبه صردان او رفع الراس ما يعطيك ما تريد كسرعه توقعا من انك مواكبتي الصحيحه في الحاله هذه ولا صح البريء اني ما عندي فقط مواكبتي اللي انت قاعد تسويه التغذيه خليك فقط مواكبتي لما فعلته انت بركبتك دون النظر لما فعله باذنه وتهديده خليه يتحرك. ومرات فوضى اخرى يكون الحصان مره حساس ومو متوقع ان يمكن اتجرى وانتك انتك، ومرات تفاجئ الحصان انه مو متوقع انك بنتك وبتحكم فيك وبحرك، مرات العكس متوقع اني عشان اتحكم فيه لابد انتكه من ابنتك، ومواكبتي لما فعلته انت في التذكية او التفضية كافية انك انت تخليك تسوي عكس اللي ناوي تسوي، ناوي تخفف بتزيد، ناوي تزيد بتخفف. فمن ضمن انواع المواكبة انك تعلم الحصان انه لن يفرض علي نوع المواكبة. نعم بذلك السحب، نعم بتكي تكة، نعم بعد ما اذا فضل بتزيد. بس قصد المواكبة الاخرى بلغة جسد بسرعة إلى آخره، نعم بواكب بس بسلوب. أنت ثقيل أقدر أكون ثقيل تثقيل يدي وأقدر أكون ثقيل بالنفس. أنت سريع في التفضية أقدر أكون سريع بالجمع وأقدر أعوض على الجمع بسحب العنان. أنت ثقيل في السحب أقدر أواكب بثقل في يدي أخلي العنان يزلق من يدي بثقل زايد، ممكن مع التزليق أنتك فأعوض عن ثقل يدي في التزليق بنفسي وأوقف عليه. فنعم بواكبك، نعم متاخ مستمرة، نعم بعمل بالمثل، لكن معاملتي لك بالمثل أنا أحدد أسلوبها مو أنت تحدد أسلوبك. نعم أنا الماء ونعم أنت الوعاء، ولكن الماء اللي بحطه في الوعاء أنا أختار نوع الماء.